السلام عليكم وكل عام وأنتم بخير. عيد المقاوم محطة من محطات مسالك الحرية ومباهج من نوع مختلف وفرحة فيها قدر كبير من المحاذير واليقظة وراحة في الضمير الرافض لكل وجوه السطو والفساد والانقلاب. في يوميات يقول متابع إن التاريخ سيدونها في مساحات الجانب الصحيح منه بالنسبة لقضية واضحة الأفق ومعلومة الرؤية، إسقاط الانقلاب واستعادة الدولة، وقبل ذلك كله استعادة الحياة والفرحة من مخالب أعداء الحياة ولصوصها. فعندما كانت اليمن على مفترق طرق سؤها عودة الثلاثية الشريرة الاستبداد والاستعباد والاستبعاد، اختار المقاوم طريق الحرية مدافعا عن كبرياء بلد وعن عيون الأطفال في شبابيك المدن والقرى، تلك العيون التي أصابها الهلع من قدوم آلات الحرب الانقلابية القادمة من المرتفعات الجبلية العليا في مهمة حروب القهر الإخضاع التي تأتي متزامنة مع الانقلاب واغتصاب الحكم وبسط نفوذ السلطة القديمة الجديدة. لو نطقت رائحة العطر في شارع جمال لقالت ليتها في قميص مقاوم، ولو تحدثت نفحات الفل في الحسينية لقالت ليتها معلقة على صدر مقاوم، ولو كان للمبخرة العدنية قدمان لركضت إلى تلك الأماكن التي لها علاقة بأفراح بلد معذب يعيش في يوميات الكآبة المركزة منذ الانقلاب. حول لحظات عيد المقاوم ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة، فدعونا نذهب لمشاهدة هذا التقرير. العيد هذا العام عيد برائحة المقاومة وبرائحة المرابطين والثابتين في المتارس. عيد موهن الخطى وجبهات صاخبة، هكذا يقضي رجال المقاومة الشعبية والجيش الوطني عيدهم في جبهات الحرب وهم يحرسون ليل المدينة من محاولات ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية من العودة إليها وهجماتها المستمرة بين اللحظة والأخرى. هنا تذوب مناهج العيد وتتلاشى أفراحه الملونة أمام غبار المعارك وتربص المقاتلين من خلف المتاريس وأصابعهم القابضة على الزناد. العيد في الجبهات ظروف قاسية تمر على المتاريس ومن فيها بعيدا عن مناهج العيد وهداياه، حيث مضت أيام العيد الأولى دون معايدات الأهل والأحبة إلا من تلك التي يقوم بها قيادات المقاومة لمواقعهم التي يقضون فيها عيدهم بنكهات البارود وأصوات الرصاص. نقول لهم رسالة واضحة الحوثيين العفافيش، نحن هنا صامدون مهما فعلوا مهما حاولوا مهما حشدوا، نحن هنا صامدون في صيامنا في متارسنا، عيدنا في متارسنا، لباسنا قعبتنا وسلاحنا، لن نتراجع مهما صار، لدينا خيارين إما النصر أو النصر. طويل درب الحرية وشاقة خطواته، لكنه على وعورته يبدو ممهدا أمام أقدام أنذرت خطاها للخلاص، ولا يزال فجر الحرية ينتظر إشراق شموسه هنا. عندنا في متارسنا، نحن نبدأ عندما ينتهي الآخرين. فعندما تنتهي الآمال المعقودة على السياسة تبدأ خطوات التحرير التي تستند إلى البندقية وعزيمة المقاتلين ووعد بحرية الأرض كلها. الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المرابطون في جبهات الحرب في المدن ومن فرضت عليهم الحرب حمل السلاح منذ ما يقارب عاما ونصفا، وهم يصدون الميليشيا عن مدنهم بعد أن فخخت سلام اليمنيين بالعنف والألغام. يمر عليهم العيد دون لقاء أهاليهم ودون استراحة محارب، لكنهم يتوقون إلى عيد أزهى وأبهى يحلم به جميع اليمنيين في تلك اللحظة التي سينقشع فيها غبار الميليشيا عن سماء اليمنيين وينعمون بسلام حقيقي ودائم ليكون للعيد مذاقه المضاعف ومناهجه المستدامة. وللحديث عن موضوع العيد في الجبهات سيكون معنا الناشط السياسي ناصر الشليلي من الرياض. مساء الخير أستاذ ناصر. مساء الخير على أختي آسيا وعلى متابعي قناة بلقيس وعلى كل أبناء الشعب اليمني، وكل عام والجميع بألف خير. وأنت بألف خير وصحة وسلام إن شاء الله أستاذ ناصر. يعني كما لاحظنا في التقرير أغلب من تحدث معنا يعني ذكر كلمة العيد في متارسنا، يعني هذا العيد الذي يعد مسلك من مسالك المقاومة والذهاب نحو طريق الحرية يجدون أن العيد هو في المتارس. كيف تقرأ اللحظات العيدية التي مر بها المقاومون؟
لم يكن أحد ينتظر أن يمر العيد على أبناء الشعب اليمني وهو في المتارس. كنا لا نحبذ هذا الشيء، ولكن الإماميين السلاليين الميليشيا الحوثية ومعهم قوات المخلوق صالح فرضوا على الناس تغيير الكثير من نمط الحياة، حتى أنه لفت نظري ما قاله أحد الأبطال أن لباسي هو سلاحي وجعبتي. نعم. هذا الشيء تغيير المفاهيم هي رسالة لهذه الميليشيا أن أبناء الشعب اليمني هم في الأساس هم يحبوا السلام ويحبوا الفرحة ويحبوا العيد ويحبوا البهجة، لكن عندما تأتي هذه الميليشيا لتصادر عليهم فرحتهم، عندما تأتي هذه الميليشيا لتحاصر مدنهم، عندما تأتي هذه الميليشيا لتختطف أبنائهم، فإن فرحتهم الحقيقية تكون في مواجهة هذه الميليشيا وفي صد عدوان هذه الميليشيا وفي مجابهة ومقارعة هؤلاء الذين جاءوا ليعيدونا إلى الحكم الإمامي البغيض الذي لفظه الشعب في 26 سبتمبر 1962. نعم. أستاذ ناصر، يعني كثير من أبناء الشعب يعني اليمني قضوا أيامهم ولحظاتهم العيدية وهم في مأمن ولو نسبي، أن هناك من يحرس هذه الأحلام التي لديهم، هناك من يعني يحرس هذا الفرح. هل أصبح المقاوم هو حارس لأحلام وأمنيات اليمنيين؟ المقاوم أصبح حارس للأمة اليمنية بكلها. المقاوم أصبح حارس لأهداف ثورة 26 سبتمبر، حارس للمنطلقات والمرتكزات التي نادى بها أبو الأحرار الزبيري وشهيد النعمان. المقاوم هو حارس لأمجاد هذا الشعب اليمني الذي يريد الانعتاق من حكم هذه العصابة المارقة. للأسف الشديد هناك صورتان يجب علينا أن ننظر إليهما. صورة المقاومة هو في المترس أيام العيد وهو يحمل الأمل ويحمل الحياة ويحمل ثقافة التسامح وثقافة المحبة لأبناء الشعب اليمني، لكنه في نفس الوقت يحمل الصمود والإصرار والعزيمة، وبين صورة ذلك المغرر به الذي جاء ليحاول أن يعتدي على أبناء هذا الشعب، وهو أيضا يحتفل بهذه المناسبة ولكن بالموت بالدمار بالتخريب. هناك صورتان متناقضتان تماما. نعم. صورة مقاوم يحمل الأمل والحياة، وصورة شخص يدعو إلى الموت والدمار للأسف الشديد. نعم. طيب أستاذ ناصر، يعني أيضا من كلام أحد الإخوة يتحدث يعني أنه لا ينتظرنا إلا شيئان، النصر أو النصر. بهذا الشكل أستاذ ناصر، يعني وجدنا أن ثقافة الحياة ما زالت مستمرة عند هؤلاء الشباب، وجدنا احتفالهم بالعيد أيضا ومباهج العيد رغم أنهم في يعني أماكن المقاومة وأيضا أماكن الجبهات. كيف ممكن أن تجسد مثل هذه الثقافة، ثقافة الحياة لدى هؤلاء الشباب؟ جاء 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 شهر رمضان الكريم وكلنا شاهد الصور لأبطال المقاومة وهم في المتارس وهم يقرؤون القرآن وهم يؤدون صلوات التراويح، وجاء العيد وجاءت صورة الفرح والابتسامة والزيارات العيدية والأهازيج العيدية التي رددها المقاومون في الميدان ليحملوا صورة أبناء الشعب اليمني الحقيقية الناصعة البياض. أولا رسالة للعالم أن أبناء الشعب اليمني سيستمرون في التصدي لهذه العصابة وفي التصدي لهذا المشروع الظلامي الإمامي البغيض، وأن أبناء الشعب اليمني هم حماة لأهداف ثورة سبتمبر وثورة 14 من أكتوبر، وأن المقاومون في الميدان يرسلون رسالة للعالم كله أننا ها نحن نردد أهازيج العيد وسلاحنا في يدنا، سندافع قضيتنا، سيستمر دفاعنا عن قضيتنا، وكما قال ذلك المقاوم البطل حتى النصر أو النصر لا خيار. لن يدع هؤلاء الظلاميون السلاليون الذين جاءوا بدعاوى إلهية بدعاوى الحق الإلهي في الحكم، لم يدعوا لأبناء الشعب اليمني خيار. كلنا رأى صورة العيد التي نقلت من الجامع الكبير الذي كان يكنونه اليمنيون كل احترام وتقدير، الصورة التي اشمأز منها الجميع كلهم بلباس واحد وكلهم ليس هناك فيهم من يظلم. نعم. نفس كأنه يفرضون استفزاز كما وصفت، يعني استفزاز لي نعم استفزاز لمشاعر اليمنيين في اتجاه معين. نعم.
إذا اسمح لنا أستاذ ناصر أن يكون معنا أيضا من الجبهات الأخ عنتر الذيفاني ركن توجيه اللواء 141 من مأرب عبر الهاتف. مساء الخير سيادة العقيد عنتر. مساء النور سيدة العقيد. يعني أنتم تقضون العيد وأيام العيد ولحظاته في الجبهات، كيف تتحدث عن هذه اللحظات خاصة مع أفراد اللواء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أبارك لكل أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في عيد الفطر المبارك. لقد قضينا أيام العيد في الجبهات، وهي من أسعد الأيام ومن أسعد الأعياد التي عاشها المقاتلون وعشناها خلال مشوارنا في هذه الحياة. الحقيقة أن عيدنا في الجبهات من نوع خاص، يتبادل المقاتلون الهدايا، يتبادل المقاتلون التحايا والسلام، تظهر مواهبهم من الشعر، الزوامل الشعبية، الأهازيج كلها. ومن ناحية أخرى، العين الأخرى على ما يقوم به ميليشيات السلالة وجيش العائلة العفاشي من محاولة يائسة، وهم في هذه الأيام يستفزون ويتحرشون ويهاجمون. نحن نؤكد لكل أبناء الشعب اليمني أنهم يأتون إلى نهم من أجل أن ينتحروا، لن يعود أحدا منهم سالما. ونحن دائما نرسل التحذيرات لأهالي ومقاتلي السلالة من القبائل، خصوصا في قبيلة همدان وقبيلة عيال سريح، نقول لهم لن يعود أحدا منهم سالما إلا من فر. لا يصدقوا ما يقوله الحوثي وإعلامه بأنهم قد وصلوا إلى مفرق الجوف، أو أنهم يعني قتلوا العشرات والمئات بصواريخ التشكيل. هذا كلام عاري عن الصحة. هم ينتحرون في جزء من جبال يام، يقتلون جثثهم بالعشرات. ولله الحمد نحن في هذه الأيام، أيام التي يقضيها، يجب أن يقضيها الإنسان مع أبنائه ومع أهله، نحن نقضيها في المقاتلي الجيش الوطني والمقاومة. نعم. يقضونها في المواقع وفي المتارس، يدافعون عن الشعب، يدافعون عن الدين، تركوا أولادهم، تركوا أسرهم، ولا بأس أن يتركوا هذا كل من أجل الوطن. نؤكد لكم أيضا أن هؤلاء الأبطال يسطرون أروع الملاحم ويسطرون أروع الانتصارات وجثث الحوثيين بالعشرات، وندعو الهلال الأحمر أن يأتي لانتشال هذه الجثث التي سوف تسمم البيئة. طيب سيدة العقيد، يعني تحدثت في بداية يعني حوارنا معك أن هناك مواهب للشباب تظهر، وهناك يعني فسحة لأرواحهم لتتجدد وليعيشوا لحظات جميلة بينهم البين، رغم يعني ما يحدث في الجبهات من احتدام. يعني ربما يعني ألا يدل ذلك على كيف أن هؤلاء الشباب هم طلاب حياة وليسوا طلاب موت، وإنما أجبروا على خوض مثل هذه المعارك بسبب غطرسة الميليشيا وبسبب تقدمها وبسبب أيضا ما تقوم به من قتل المواطنين الأبرياء؟ نعم، هم طلاب حياة وهم خيرة أبناء الشعب، وهم كانوا رموز للسلام، ويتمنوا الخير ويتمنوا السعادة ويتمنوا الإخاء والوئام أن يسود أبناء الشعب اليمني. وساعات ولحظات حينما يكونوا في 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 لحظات اللقاء وفي لحظات الاحتفال بالعيد وتبادل الأشعار والزوامل والهدايا، وفي نفس اللحظة حينما يفزوا إلى أسلحتهم مدافعين عن الوطن ومدافعين عن العقيدة ومدافعين عن الهوية اليمنية والهوية العربية ضد هذا العدوان الفارسي الغاشم الذي يغرر بأبناء القبائل الجهلاء الذين لم يتعظوا مما يحدث لزملائهم الذين يعودون وهم جثث وهم ممزقين ولم يتعظوا. هؤلاء الأبطال المقاتلين هم دعاة حياة فعلا، ويريدون الحياة ويموتون ويستشهدون ويضحون من أجل أن يحيا الآخرين ويعيشون في سعادة. ندعو من خلال قناتكم، ندعو القبائل التي حول صنعاء
أن تلتف حول الجيش الوطني، أن يلتف حول المقاومة الشعبية. نحن قادمون، قادمون إن شاء الله مهما كانت التضحيات. نحن من أبناء محافظة عمران وصنعاء وحجة وأمانة العاصمة والمحويت، نريد أن نذهب أصلاً إلى بورانا، إلى منازلنا، وهؤلاء يريدون أن يمنعوننا. فمن حقنا أن نقاتل، ومن حقنا أن نشتف كل من يقف في طريقنا حتى نصل إلى عاصمة الجمهورية اليمنية، أن نصل إلى عاصمة الزبيري وعاصمة علي عبد المغني وعاصمة سبتمبر وأكتوبر، الذي يريد السلالة الإمامية أن 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 تعيد الكهنوت الإمامي فيها من جديد. نعم سيدة العقيد، يعني كيف تعلق على، يعني هل يستمد هؤلاء الشباب أيضا القوة من إخوتهم في المناطق الأخرى، ربما أيضا المشتعلة، خاصة يعني في تعز، في البيضاء، أيضا في بعض المناطق الأخرى؟ يعني كيف يمكن أن تتوحد مثل هذه الجهود وهم جميعا تركوا أهلهم ليقضوا أيام العيد مع بعضهم البعض في الجبهات، كل جبهة منفصلة عن الأخرى ولكن الهدف واحد؟ لا شك أن الهدف واحد والقضية واحدة، ونقاتل في محافظة صنعاء ومحافظة مأرب، وأعيننا وقلوبنا في تعز، وكذلك أبناء تعز يقاتلون في تعز وقلوبهم في على صنعاء. نحن جمعتنا واحدية القضية وواحدية الهدف وواحدية الهوية والتاريخ وواحدية الجغرافيا وواحدية العقيدة التي يضحوا الجميع من أجل هذه المبادئ ومن أجل هذه القيم. عيوننا وقلوبنا تتجه نحو تعز، ونحن نقاتل في نهم، وكذلك أخواننا في تعز، وكذلك أخواننا في شبوة وفي لحج وفي البيضاء وفي حجة. الشعب اليمني لحمة واحدة، نتألم لما يحدث في تعز، ويتألمون أخواننا في تعز لما يحدث في مأرب وفي صنعاء، هذا لا شك فيه. نفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم، لأننا أناس عندنا مشاعر وعندنا أحاسيس، لسنا كهؤلاء الوحوش وهؤلاء الذين يذهب بهم رموز السلالة، يذهبون بهم إلى الموت دون أن يحسوا حتى بعضهم البعض، حتى لا يأخذوا جثث كتلاهم ولا يأخذوا، ويعني الجرحى الذين يجرحون نضطر أن نسعفهم بحق الإنسانية، وهم نعم. موجودين عندنا أكثر من 20 جريح حوثي يعالجوا على حساب الشرعية وعلى حساب الجيش الوطني والمقاومة، لأننا أصحاب إنسانية وأصحاب نعم. هذه هي أخلاق الحرب التي يفترض أن يكون عليها اليمنيون. شكرا جزيلا لك العقيد عنتر الذيفاني، ركن توجيه اللواء 141، ولا نستطيع القول إلا حماكم الله سيادة العقيد، أنت وجميع أفراد المقاومة الذين تركوا منازلهم ليقضوا العيد في الجبهات. عودة إليك أستاذ ناصر. أستاذ ناصر، برأيك يعني بعد حديث العقيد عنتر، برأيك من أين يستمد كل هذه القوة، كل هذا الإخلاص لمبادئهم، يتركون أهلهم ليقضوا أيام صعبة وليست خاصة في المناطق المحتدمة؟ عدالة قضيتهم هي الرافد الأساسي لكل هذه المعنويات المرتفعة. الحق، عندما يدافع الإنسان عن الحق، وعن عندما يكون الإنسان مشرد، عندما يكون الإنسان مبعد عن وطنه وعن داره، عندما يكون ملاحق من قبل عصابة، فعدالة قضيته تفرض عليه أن يقف هذا الموقف، وتعطيه الدافع المعنوي الكبير لأن يقف هذا الموقف. وهذا ليس بغائب على أبناء الشعب اليمني. أبناء الشعب اليمني هم أبناء سبتمبر، أبناء الثورة، الذين واجهوا الحكم الإمامي في الستينات وما قبل الستينات، ويستمرون اليوم يسطروا أروع الملاحم في كل الجبهات. أبناء الشعب اليمني الذين رفضوا العودة إلى الإمامة في كل الأوقات، يقولون الآن أنهم أيضا يرفضون العودة إلى الإمامة، وأنهم لن يقبلوا بهذه النزعة السلالية الطائفية البغيضة أن تعود لتحكمهم، خصوصا بعد أن رأوا بأم أعينهم الممارسات الفظيعة التي تمارسها هذه الجماعة
الميليشياوية التي تمارسها جهارا نهارا في المناطق التي تسيطر عليها. بعد أن رأى أبناء الشعب اليمني هذه الممارسات الفظة والغليظة والتي لا تمت إلى الإنسانية ولا إلى أخلاق الشعب اليمني بصلة، زادت معنويات أبناء الجيش الوطني، أبناء المقاومة الشعبية وجميع أبناء الشعب اليمني في رفض هذه النبتة وفي رفض هذه السلالة وفي رفض حكم الأئمة، ومستعدون أبناء الشعب اليمني أن يقدموا تضحيات تلو التضحيات لاجتثاث هذا الفكر السلالي البغيض. نحن هنا لسنا أمام مشاريع دينية تحارب بعضها وفقا لما يصور البعض، على الإطلاق نحن أمام مشروعين، مشروع الثورة والجمهورية ومشروع الإمامة والسلالة. هذه المشاريع هي الآن التي تتصارع في اليمن، وستكون الغلبة في النهاية لأصحاب الحق، لمشروع الثورة، لمشروع السلال، لمشروع علي عبد المغني، لمشروع النعمان، لمشروع الزبيري، لمشروع رايح لبوزة، لمشروع هؤلاء الأبطال الذين رووا بدمائهم الزكية التراب اليمني من أجل رفض هذا الحكم الإمامي البغيض الذي كان لبيت أسرة حميد الدين ويريد اليوم أن يعود في أسرة بدر الدين. محال أن يقبل أبناء الشعب اليمني هذا الظلم وهذا الإجحاف، وما رأوه أختي آسيا أنت ومشاهديك الكرام من ظلم في المناطق التي سيطروا عليها هؤلاء الجماعة هو كافي لكل أبناء الشعب اليمني أن يقفوا موقف واضح ورافض رفض قطعي لهذه العصابة. نعم أستاذ نصر، يعني برأيك ماذا عن اشتداد المواجهات في أيام العيد خصوصا في تعز وفي جبهة نهم وأيضا في مأرب، خاصة يعني مثلا في مأرب قبل العيد بيوم واحد كيف كان هناك قصف صاروخي على المدنيين، وأيضا هناك ما زالت المواجهات مستمرة في تعز التي لم تهدأ لها يعني بال حتى اللحظة. الصورة مؤلمة وتدمع العين عندما ترى الأطفال الذين قتلوا بالهجمة الظالمة التي شنتها هذه الميليشيا على مكتب الزراعة وفيه أسر سكنية في محافظة مأرب، وراح ضحيتها حوالي 8 أطفال أو 7 أطفال. نعم. إحداهن طفلة كانت قد تخضبت للاحتفال بالعيد، ورأينا هذه الصورة والكل تأثر بمثل هذه الصور. العدوان على أبناء الشعب اليمني عدوان مستمر، ليس هناك رادع يردعهم، لا رادع ديني ولا رادع أخلاقي ولا رادع قبلي. ماذا بعد أن تأتي نساء اليمن أخت آسيا أنت مشاهدين الكرام إلى هؤلاء العصابة ويحرقن عصائب رؤوسهم وضفائر الشعر؟ نعم. ولا نجد أي يسمحوا، صحيح ولا نجد يعني يسمحوا لهم أي أحد يتفاعل مع قضيتهم. نعم. المنظر المؤلم الذي يؤثر في أي إنسان سوي، ومع ذلك لم يتم الاستجابة. نعم. لهذه الطلبات، كلنا رأينا صرخة تلك الأم المكروهة. ربما تأتي الاستجابات أستاذ ناصر، يعني عذرا على المقاطعة، تأتي الاستجابات من شباب من مبادراتهم الخاصة من أطروحاتهم، يعني تأكدنا تماما أن هذه الميليشيا لا تعي خطاب الإنسانية أبدا. الأمل معقود دائما بشباب اليمن، وسيكون معنا الآن عبر الهاتف الأخ أكرم الشوافي عضو مبادرة حبي لها من تعز. مساء الخير أستاذ أكرم، وكل عام وأنت بخير. مساكم الله بالنور، وكل عام وأنتم بألف خير، ونصر قريب بإذن الله لتعز ولجميع محافظات اليمن المقاومة لعدوان الحوثي وانقلاب هذه الميليشيا على الجمهورية اليمنية بإذنه تعالى. أستاذ أكرم، يعني حدثنا عن مبادرتكم وماذا قدمتم، يعني كان هناك زيارات لكم للجبهات، ما الذي أردتم أن تقولوا من خلال هذه الزيارات؟ مبادرة حبي لها هي إحدى المبادرات الشبابية التي ظهرت في مدينة تعز، هذه المدينة المحاصرة منذ عام ونصف، هذه المدينة التي تقتلها ميليشيا الحوثي منذ عام ونصف، هذه المدينة التي خذلها الجميع وتنكر لها الجميع. مبادرة حبي لها كغيرها من المبادرات التي ظهرت في هذه المرحلة لتحمل على عاتقها ولتقوم بالدور التي كان من المفترض أن تقوم به الدولة تجاه هذه المدينة.
مبادرة حبي لها لها عديد من الأنشطة، سواء على الجانب المدني، على الجانب الإنساني، في الجانب الحقوقي، وكذلك في جانب رفض الجبهات ورفع معنويات المقاومين في الجبهات. فخلال شهر رمضان المبارك كان النشاط الأبرز لمبادرة حبي لها هو زيارة الجبهات في محاولة لتقديم ولو جزء بسيط مما يجب تقديمه لهؤلاء الرجال المرابطين في الجبهات، ويفتقدون للدعم ويفتقدون للمساندة من قبل القوى السلطات الشرعية التي كانت يجب أن تساندهم. نعم. فكانت البداية هي النزول وتوفير وجبة الإفطار، وتفاجأنا بكثير من الأمور المفجعة التي كان يتعرض لها المقاومون المرابطون في متارسهم، حيث كنا في أغلب الأوقات وجبات الفطور تتأخر عليهم، وكذلك في أغلب الأوقات لا تصلهم وجبات السحور. فكانت كثير من المبادرات هي من تسد هذا الجانب وهذا القصور لتساعد هؤلاء المرابطين في الجبهات على البقاء في متارسهم. ماذا عن زيارتكم يوم العيد؟ وأما في يوم العيد فجميعنا نعرف بأنها جماعة الحوثي وقوات صالح استغلت يوم العيد في محاولة للتقدم وللسيطرة على مقر اللواء 35، الذي كنا نعرف أنهم يحشدون ويعدون العدة له منذ أسبوعين تقريبا بحشد التعزيزات العسكرية وكذلك حشد المقاتليهم ومرتزقتهم من الشمال الشمال إلى أسوار مدينة تعز الانقضاض على هذا اللواء الذي صمد أمام الترسانة العسكرية التي تحتشد من جميع المحافظات. فكان نزولنا إلى مقر اللواء والجبهة مشتعلة ومحاولة الحوثي التقدم والقذائف التي كانت تسقط على اللواء، وكان الفريق حاضرا في هذه المعركة وتقدم إلى الصفوف الأولى، ولاحظنا مدى انعكاس هذه الزيارة ورفع معنويات المقاتلين الذين منذ الليلة الماضية 30 من شهر رمضان وهم يتصدون لهذا الهجوم البربري الذي شنته ميليشيا الحوثي. فكان نزولنا هو دعم لهم ورفع لمعنوياتهم، كما قمنا بتوزيع بعض من حلويات العيد والكعكة التي ساهمت فيه عديد من النساء في تعز لرفع هذه الجبهات، وكذلك سبقها بيوم زيارتنا لهم وتوزيع كسوة العيد وملابس العيد للمقاومين والأبطال في متارسهم. نعم أستاذ أكرم، يعني نعم كيف تعلق على إهمال الشرعية للمقاومة بهذا الشكل؟ يعني منذ رمضان أنت تتحدث أنه حتى على مستوى الوجبات لم توفر لهم، كيف كانت ردة فعل هؤلاء المقاومون الذين يتركون أهاليهم ليقضوا أصعب الأيام أو المفترض أن تكون أجمل الأيام عند أهاليهم قضوها بصعوبة في الجبهات؟ حقيقة ما رأيناه عند زيارتنا لجبهات القتال وللمقاومين المرابطين في متارسهم هو ما فاجأنا فعلا، وجعلنا نستمر وبقوة على الرغم من شحة الإمكانيات والموارد والدعم البسيط الذي نوفره من قبل فاعلي الخير والمؤمنين بفكرة المقاومة، إلا أن الصمود الذي وجدناه لدى المقاومين والمرابطين في متارسهم رغم كل الخذلان والقصور الذي يتعرضون إليه كان أكبر من أن يعجزهم أو يجعلهم يتقاعسون عن الدور الذي يقومون به. أدركنا فعلا مدى إيمانهم بقضيتهم وقضية الانتصار لتعز، وأنهم فعلا يقاتلون لأجل هذه المدينة والانتصار لتضحياتها وليس تحت الشعارات الواهية التي يحاول الجميع أن يبرر لها. تعز منذ عام ونصف برغم كل الخذلان ورغم كل شحة الموارد، سواء الموارد المالية أو سواء المعدات والأسلحة العسكرية، إلا أنها صامدة اليوم بصمود أبنائها وصمود رجالها الذين يرابطون في جميع الجبهات ضمن الخذلان الذي يتعرضون له. خذلان السلطات الشرعية، خذلان السلطات الشرعية، جميعنا يدرك ذلك، حتى أطفال تعز أنفسهم يدركون خذلان هذه السلطة الشرعية لمقاومتهم، وهذه هي وصمة العار التي سوف تلاحق الشرعية التي خذلت تعز في الوقت الذي خرجت فيه تقاتل لأجل إعادة هذه الشرعية ورفض الانقلاب على هذه الشرعية ورفض الانقلاب على النظام والقانون، إلا أن تعز اليوم هي
إلى أن تعز اليوم هي من ترسم. صحيح. هي من تعطي الدروس الآن. فعلا أخ أكرم الشوافي، شكرا جزيلا لك ولمبادرتك ولكل أعضاء هذه المبادرة، مبادرة حبي لها بتعز. كنت معنا عبر الهاتف من تعز. أستاذ ناصر، أنت والسادة المشاهدين اسمحوا لنا فقط أن نذهب لهذا الفاصل القصير ونعود إليكم. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، مرحبا بك مرة أخرى أستاذ ناصر. أستاذ ناصر، يعني كيف تعلق على حديث الأستاذ أكرم معنا حين تحدث عن خذلان الشرعية لهؤلاء الأبطال الذين يعني يذودون عن الوطن، يذودون عن أيضا الشرعية التي يعني خذلتهم للأسف الشديد كما تحدث. ربما يعرف ذلك الأمر، يقول حتى الأطفال لا اهتمام بالغذاء ولا اهتمام بالرواتب ولا اهتمام أيضا حتى بالسلاح. ألا إمداد، يعني تحت أي خانة يمكن أن نسميه؟ للأسف الشديد يتكلم الإنسان بألم وبمرارة عن مثل هذه المعاناة التي يعانيها أبطالنا في المقاومة، وخصوصا ومن أجل أن نضع نقاط على الحروف بمنتهى الصراحة والشفافية، وخصوصا في محافظتي تعز والبيضاء. هاتان المحافظتان لا أدري ما الذي يجعل قيادة الشرعية وممثلة بفخامة الأخ رئيس الجمهورية ورئاسة هيئة الأركان، ما الذي يجعلهم يتقاعسون عن مد يد العون لهؤلاء الأبطال الذين خلال عام ونصف سطروا ملاحم بطولية قلما نجدها في أي مكان في العالم. أن تقاوم بسلاح الكلاشنكوف، تقاوم الدبابة والمدفع والكاتيوشا والار بي جي ومدافع الهاون، وتقاوم ضد هذا السيل الجرار من الأسلحة والعتاد العسكري للحرس الجمهوري والميليشيا الحوثي، ومع ذلك تصمد وتسطر ملاحم وتنتصر وتدحر هذه الميليشيا في جبهات محافظة البيضاء المختلفة وفي جبهات محافظة تعز الباسلة. ومع ذلك هناك إهمال، هناك لا مبالاة بمعاناة الجرحى للأسف الشديد من هاتين المحافظتين. بعضهم مر عليه عام ونصف وهو يعاني ويتألم بصمت دون أن ينظر إليه أحد. هناك أسر شهداء مرت للأسف الشديد بظروف اقتصادية صعبة، حتى أن الخيرين يحضرني في هذا الموضوع أنه قامت مبادرة شبابية. نعم. وشكرا لأخي الكريم على مبادرته أيضا حبي لها. هناك أيضا مبادرة من أبناء جبهة الحميقان في البيضاء قبل العيد، أنشأوا صندوقين، صندوق للجرحى وصندوق للشهداء، وكان هدفهم من هذين الصندوقين هو أن تكون المبالغ التي تجمع مواساة لأسر الشهداء وأسر الجرحى بمناسبة العيد كعيدية يقدمونها كأقل واجب يقدمه لمن قدم دمه فداء لهذا الوطن. وإذا بالمبادرات الشبابية والمبادرات الشعبية تظهر. نعم. لكن المبادرات الرسمية والجهود الرسمية التي يجب أن تكون ملموسة في كل مكان تختفي ولا تظهر، هذا شيء يدعو للاستغراب بالحقيقة. نعم، يعني هي دائما كما تحدثنا أن الشباب هم دائما يعني الأمل معقود بهم. طالما أنت مطلع أستاذ ناصر على يعني أمور البيضاء، كيف قضى أفراد يعني الجبهات العيد في كثير من المناطق خاصة التي يعني فيها احتدام أو مواقع التماس مثل الدناعم وغيرها من المناطق؟ حال أبطال البيضاء وشرفاء البيضاء المقاومين حالهم كحال بقية الأبطال المقاومين في كل جبهات القتال. مر عليهم العيد وهم بعيدون عن أسرهم، لكنهم قريبون من قضيتهم، قريبون من وطنهم، قريبون من الأمل والحياة، قريبون من صنع المستقبل المشرق لأبناء هذا الوطن. نحن عانينا كثيرا، هذه المعاناة التي نعانيها اليوم ستنتهي وستزول، وسيأتي غد مشرق بإذن الله. هذا الغد من الذي سيصنعه؟ إنهم هؤلاء الأبطال الذين موجودين في الجبهات. في بادرة طيبة وجميلة من الجبهات الزهرة الحميقان وذي نعم العمر وطياب،
التقوا الابطال الميامين في هذه الجبهات صباح العيد في منطقه متوسطه ورددوا اهازيج العيد والعديد من الزوامل والرقصات الشعبيه، سلموا على بعضهم، باركوا لبعضهم بالعيد، وشد بعضهم على يد بعض بان الثبات مستمر وان الصمود مستمر وان المقاومه مستمره حتى دحر هذه الميليشيا من محافظه البيضاء. يعني انهم يقضون العيد ولكن بطريقتهم؟ يصنعون الفرحه بطريقتهم، نعم. في هذه الجبهات، لان هذه الثلاث الجبهات اختي اسيا متقاربه نوعا ما، نعم. وهناك الجبهه الاخرى جبهه طيفه، وهي طبعا التي كانت الاولى والسباقه في مواجهه هذه العصابه. ابطال طيفه قضوا رمضان وقضوا العيد ايضا مستمرين وصامدين في مواقع الشرف والبطوله، وهذا الشيء هو وسام سنضعه وسيضعه الشعب اليمني على صدر كل مقاوم خط بيمينه وبسلاحه وبدمه حروف مصر وحروف هذه الملحمة الوطنية العظيمة التي إن شاء الله فجرها آت وقريب لا محالة. نعم، طيب برأيك أستاذ ناصر، يعني مثل يعني المبادرة التي تحدثنا عنها ومثل أيضا التقاء أفراد المقاومة من أكثر من منطقة، ألا يعكس أيضا أن هناك روح تلاحم مجتمعي بين المقاومة أنفسهم بين الجيش أيضا بين هؤلاء الشباب، خلقتها ربما المعاناة المشتركة؟ دائما القضية الواحدة وذات الهم والبعد الوطني هي قضية جامعة لكل أطياف الشعب، وقضيتنا اليوم هي أكثر من كونها قضية وطنية، هي قضية رد صائل، قضية دفع ظلم، قضية أقل حاجة، القضية التي يحاول أبناء الوطن الالتفاف حولها قضية الحياة والحرية والكرامة التي جاء هؤلاء ليحاولوا أن يسلبوها منهم. أبناء الشعب اليمني يرفضوا أن يعيشوا حياة العبودية، حياة الذل، حياة الامتهان، وحياة السيد والعبد التي يريد عبد الملك الحوثي وميليشيا الحوثيين أن يعيدونا إليها. نحن رفضناها قديما، رفضها علي ناصر القردعي، ورفضها أحمد عبد ربه العواضي، ورفضها الحميقاني، ورفضها كل أبناء محافظة البيضاء، وسطروا بدمائهم الزكية أروع الملاحم في التصدي وفي فتح حصار السبعين وفي ملاحقة فلول الإمامة في عدد من المناطق في أرحب وفي مناخة وفي غيرها من المناطق، وهم اليوم يكررون نفس الهدف ونفس السيناريو، قضية التحرر من هذا الفكر الإمامي الذي يريد أن يعيدنا قرون إلى الوراء. والشعب اليمني لم يعد قادرا أبدا على الإطلاق أن يتقطرا، الشعب اليمني شعب حر ومقاوم، وكانت 2011 علامة فارقة في تاريخ الشعب اليمني، ما قبل 2011 غير ما بعد 2011، وثورة فبراير رسخت كثير من المفاهيم الوطنية لدى أبناء هذا الشعب، وهذا العدوان الذي جاء في سبتمبر 2014 وكشف الأقنعة عن الكثير ممن يدعون الوطنية للأسف الشديد، وارتموا في أحضان سلالة الأئمة وعادوا ليكونوا خدام وعسكر لهذه الشرذمة التي تريد أن تعيد حكم الأئمة، ومحال أن يقبل أي عقل من أبناء الشعب اليمني أن يعود إلى هذا الحكم وإلى الظلم أو إلى ما عاناه أباءنا وأجدادنا، يستحيل أن يعود ذلك. وإصرار أبناء الشعب اليمني إصرار بالغ وعظيم، والدليل على ذلك أنهم في العيد التقوا أبناء المقاومة، التقوا ومارسوا طقوس العيد، نعم. وأيضا أدوا يمين الوفاء، عهد الولاء للوطن ولقضيتهم قضية التحرر. نعم. نحن إذن ننتقل أيضا صحيح، ننتقل أيضا إلى مريس، وسيكون معنا حميد الرقيمي الإعلامي في المقاومة في مريس. مساء الخير أستاذ حميد، وكل عام وأنت بخير. مساء النور، وكل عام واليمن والجميع بألف خير. أستاذ حميد، يعني حدثنا كيف قضى أفراد المقاومة اللحظات العيدية وهم بعيدون عن أهاليهم، بعيدون عن أطفالهم أيضا. حقيقة رجال المقاومة هنا يدركون تماما إن
إن الأيام أصبحت متشاهة منذ أن أجتاحت الميليشيات ميليشيات صالح والحوثي البلد، وهم يمارسون حياتهم الآن كمحاربين في جبهات القتال، ولم يعد هناك اختلاف أو يوم استثنائي ما عدا هو يوم النصر الذي يروه هو العيد الأكبر والعيد المرتقب والعيد الذي سيحتفل فيه جميع أبناء هذا الوطن المخلصين. نعم. الكل ما هنا المقاتلين من الجيش الوطني ومن أفراد المقاومة قضوا أوقاتهم في المتارس، والعدد في مقاومة مريس في أول أيام عيد الأضحى كان عدد مختلف وعدد كبير، كانوا يريدون أن يرسلوا وبالفعل أرسلوا رسالة للميليشيات الحوثية التي تحاول مرارا وتكرارا دخول هذه المنطقة إنهم باقون هنا سواء في أيام العيد أو في الأيام الأخرى، ليست هناك أيام استثنائية ما عدا يوم النصر كما تحدث. نعم، إذا لا يعيش المقاومون أياما استثنائية، لا أعياد ولا رمضان أيضا، أيامهم مختلفة ربما في الجبهات، من أين يستمد كل هذه القوة أستاذ حميد، وكيف يمكن يعني أن يكون التقائهم مع بعض أو قربهم من بعض هو تعويض لما يعني يفتقدونه في أهلهم؟ يستمدون ذلك من إرادتهم وإيمانهم بالقضية التي يحملونها، هناك تكاتف، هناك توحد في الصفوف سواء كان في مقاومة مريس، ليست مريس من تقاتل أو ليسوا أبناء هذه المنطقة من يقاتلون في المقاومة، هناك أيضا من الضالع، من دمت، من الرياشية، من الرضمة، من إب، فأصبح إيمانهم بالقضية ورؤيتهم الواحدة والقضية الواحدة التي يحملونها هو هذا ما يعززهم وما يزيد من التكاتف ويزيد إصرارهم على البقاء وعلى مواصلة السير نحو العاصمة صنعاء كما يتحدثون مرارا وتكرارا. هم لا يقاتلون من أجل منطقة بعينها، لكن هم يقاتلون باسم من أجل إعادة الشرعية وإعادة صنعاء إلى أحضان الدولة وإعادة كل المناطق المحتلة من قبل ميليشيات الحوثي. نعم، إذن شكرا جزيلا لك الأخ حميد الرقيمي الإعلامي في المقاومة، كنت معنا عبر الهاتف من مريس. أستاذ ناصر، أعود إليك، يعني ربما سياسيا هذا يعني الاحتدام في أكثر من منطقة وعدم الهدوء في أيام العيد، هل تتوقع يعني أن الميليشيا تبحث عن ما يقوي سلطتها أكثر على الأرض حتى لو عادت بعد المفاوضات تعود وبأيديها أكثر من ورقة رابحة؟ وهل وقفت هذه الميليشيا عن عدوانها حتى نقول أنها تحاول أن تفرض واقع جديد أو تغير شيء؟ للأسف الشديد منذ ذهاب اليمنيين ووفد الحكومة الشرعية إلى الكويت في المفاوضات مع هذه الميليشيا، وأنا أعتبرها من أول يوم أنها مفاوضات عبثية ولا جدوى منها على الإطلاق، وهم مستمرون في حربهم لتنكيلهم بأبناء هذا الشعب، في عدوانهم على تعز، في عدوانهم على البيضاء، في عدوانهم على مأرب وعلى الجوف وعلى كل وفي كل الجبهات. لم يتوقف العدوان من قبل هذه الميليشيا ولو لحظة واحدة، لم يتوقف القصف على الآمنين في مساكنهم ولو لحظة واحدة، لم يتوقف الحصار عن تعز وعن غيرها ولو لحظة واحدة، لم يسمح للقوافل الطبية بالدخول إلى مدينة تعز أثناء هذه المفاوضات مع أنه كان يفترض أن تكون هناك هدنة، لم يتم التوقف عن الاختطاف، لم يتم التوقف عن الاعتقال بدون مبرر، الاعتقالات التعسفية التي تقوم بها هذه العصابة. يعني هو من أول يوم في المفاوضات هم ذهبوا للمفاوضات من أجل الكسب مزيد من الوقت، لكن الحقيقة أنهم لم يلتزموا ولن يلتزموا بأي اتفاق يعلنون عنه، ونحن قد جربنا معهم كثير من الاتفاقات ونقضوها. فما يحدث اليوم في العيد، صبيحة العيد، ثاني أيام العيد، ما قبل العيد، من استمرار عدوانهم المجنون على في محافظة تعز أو في محافظة البيضاء أو في غيرها من الأماكن أو في ما يحدث الآن مواجهات في نهم، هو محاولة منهم، نعم محاولة منهم للسيطرة على أماكن أكثر، على أن يبسطوا نفوذهم في أماكن أكثر،
بحيث انه لو رجعوا الى الكويت تكون رقعه السيطره قد توسعت لديهم. هم نعم. هذا هو هدفهم، هدفهم ان يعودوا للسيطره على بقيه إذن المناطق التي لم يعودوا مسيطرين عليها. اذا ربما ستكشف الايام ما الذي سيحدث بالضبط. شكرا جزيلا لك اخ ناصر اشوليلي الناشط السياسي، كنت معنا عبر سكايب من الرياض. اشكر ايضا لكل افراد المقاومه والجيش الوطني الذين قضوا هذه الايام في الجبهات متناسين اهاليهم وذويهم، وهمهم الاول والاخير هو الوطن. شكرا لكم ايضا انتم مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، الى ان نلتقيكم في مساء يمني جديد. كونوا برعايه الله وامنه.